أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بما يربطها بشقيق الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الدعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامره وزير خارجيه الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه والسفير حميد شبيره السفير الجزائري بالقاهره. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان وزير خارجيه الجزائر سلم السيد الرئيس رساله خطيه من شقيقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تضمنت دعوة السيد الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم فضلا عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى أفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد دبون مرحبا سيادته بالدعوة الموجهة من شقيقه الرئيس الجزائري و عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمه العربيه في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمه التي تواجه الامه وذلك بهدف استعاده مكانتها ووحدتها وبما يدعم مفهوم الدوله الوطنيه والحفاظ على مقدرات الشعوب العربيه كما أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم تاكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكوميا وشعبيا. كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشان عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي، لا سيما مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق. حيث تم التوافق حول اهميه تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعاده الامن والاستقرار والسلام الاقليمي